أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله. أما بعد، نبدأ بإذن الله تعالى اللقاء الأول في سلسلة التعرف على الله عز وجل والتعرف على خلق الله عز وجل في هذا الكون، كتاب الله المنظور. وأن نتعرف أيضاً لماذا وجد، لماذا خلقنا في هذا الكون، وما هي البداية وما هي النهاية، حتى نكون على بصيرة من أمرنا، ونكون على بينة واضحة. لأن هذه الفكرة وهذه الطريقة التي لابد أن نتدبر بها هذه الأمور هي أشرف العلوم. أشرف العلوم أن تتعرف على الله عز وجل وعلى صفاته وعلى أسمائه حتى تصل إلى محبته سبحانه وتعالى، تصل إلى توقيره سبحانه وتعالى، وحتى يزداد في قلبك الخشوع والرضا عن الله. فلا بد أن نتعرف على الله سبحانه وتعالى وحكمه الجليلة من خلقنا. نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى طريق الوصول إلى الله عز وجل، حيث يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. وهي أعظم الغايات، وهي أصل الدين. فهذا العلم بحر لا يمكن أن تستطيع أن تصل إلى نهايته في العمق، لأن الإنسان عندما يتعرف على الله عز وجل فإنه يحبه ويخافه ويرجوه ويتوكل عليه وينيب إليه ويذكره ليلا ونهارا، ويشتاق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى، ويستحي من ربنا عز وجل ويعظمه. فبالتالي تنشرح الصدور، ومن ذاق عرف، لأن هذه اللذة لا توصف ولا يستطيع أن يصف الإنسان النعيم الذي هو فيه بسبب معرفة الله عز وجل. إذ أن الناس في أيامنا هذه بعيدون عن معرفة الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يتجرؤون على المعاصي، وضعفت عندهم الهمة إلى الطاعات، لأن هؤلاء الذين يعيشون في هذه الأيام لم يتعرفوا على الله حق المعرفة. فإذا عرف الإنسان ربه سبحانه وتعالى فإنك سوف تكون أقرب إليه وأقرب إلى رحمته،
لقاء الله وتستجيب لأوامره فتفعل ما أمرك الله وتنتهي عما نهاك الله سبحانه وتعالى. فتعالوا نسيروا إلى الله عز وجل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فربنا سبحانه وتعالى يقول: ما لكم لا ترجون لله وقارا. لأن الإنسان عندما يتعرف على الله سبحانه وتعالى وعلى عظمته وقدرته وعلى صفاته وأسمائه الحسنى، فإنه يوقر الله سبحانه وتعالى. رأيتم ولله المثل الأعلى، رجل يفعل معصية ولتكن أنه يدخن، فإذا به لا يفعل ذلك أمام والده. لماذا؟ لأنه يوقر والده، لأن والده له شأن عنده، لأن والده بالنسبة له شيء عظيم وقيمة، فبالتالي ينسحب من المجلس، يخرج خارج المجلس ليقوم بفعله السيء وهو التدخين مثلا. فنحن لابد أن نقدر الله عز وجل حق قدره. متى نفعل ذلك ومتى يثبت ذلك في قلوبنا؟ عندما نعرف نتعرف على الله، عندما نتعرف على الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ربنا سبحانه وتعالى يقبض الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين الملوك؟ أين ملوك الدنيا؟ أين ملوك الأرض؟ وربنا عز وجل قال عن نفسه: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى في سورة الحشر: الله نور السماوات والأرض. وقال تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. ثم يقول الله عز وجل: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ربنا عز وجل يعرفنا عن نفسه حتى تزداد خشوعا وتضرع وانكسار لله سبحانه وتعالى. ثم يخبرنا ويقول سبحانه وتعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. انظر إلى مخلوقات الله سبحانه وتعالى من حولك، تجد كل مخلوقات الله من حولك ساجدة لله، لا تستطيع أن تتحرك قيد أمولة يمينا أو يسارا، لأن الله قد وضعها في أماكنها وأمرها فاستجابت بهذه
هذه المخلوقات في الأرض أم في السماء؟ لم تر يوما شجرة أنبتها الله سبحانه وتعالى ويأتيها الماء ويأتيها رزقها من الماء وجذورها تنبت في الأرض، ثم تقول لك لن أثمر هذه السنة؟ لكن كل هذه المخلوقات تطيع الله طاعة تامة، سواء كانت جمدت أو نبتت أو حيوانات، وكل شيء يسبح لله عز وجل. يقول الله تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. إذن الخلل في الإنسان أنه لا يفقه تسبيح خلق الله من حوله. ولو أيقن بالغيب وأيقن بالله سبحانه وتعالى وتيقن وزاد إيمانه ويقينه، فإنه سيسمع بقلبه تسبيح كل ما حوله من جماد ونبات وحيوان. وكذلك قال ربنا عز وجل: يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. انظر، النجوم في السماء والشمس والقمر. هل جاءت الشمس يوما وقالت أغير من مساري في هذا اليوم أو هذه الساعة؟ أو قالت الجبال سوف أندك وأنهار فوق الخلائق؟ ولا كذلك الدواب، إنك تجد جملا كبيرا ضخما يركب عليه طفلا صغيرا ضعيفا ثم يمشي به، وقد ذلله الله سبحانه وتعالى ولا يفرق بين من يركبه سواء كان طفلا ضعيفا أو شابا قويا. وجاء في الحديث في ليلة الإسراء أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم رأى جبريل عليه السلام في الحلس البالي من خشية الله عز وجل. يقول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. الله سبحانه وتعالى هو الحق ويقول الحق. ويقول تعالى عن الملائكة: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. ملائكة تطيع الله عز وجل ولا تعصيه أبدا، وقد عصمهم الله من عصيانه وجعلهم طائعين له دائما، وخلقهم من النور كما نعلم قبل خلق الآدميين قبل خلق الإنسان. فقال عنهم الله عز وجل: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وربنا سبحانه وتعالى يقول عن نفسه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: ما تكون في شأن وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر
الأخبار إلا في كتاب مبين. فكل شيء يعلمه الله عز وجل، ولا تستطيع ذرة أن تتحرك حركة يمينا أو في أي اتجاه إلا بإذن الله عز وجل. يقول الله عز وجل: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. إذا قال الإنسان بلسانه شيئا أو تحدث فإن الله عز وجل يعلمه ويسمعه، وحتى إن كان يتكلم في الخفاء، لأن الله عز وجل قال: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أي شيء يتحرك في صدر الإنسان توسوس له نفسه ويحسه في صدره، الله عز وجل مطلع عليه. يقول الله عز وجل: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. هذا ربنا سبحانه وتعالى، هذا سبحانه وتعالى العليم بكل شيء، العظيم سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، هو خالق كل شيء، هو مالك كل شيء، هو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض، هو الحي القيوم، قيوم السماوات والأرض، لا تقوم السماء والأرض ولا تثبت على ما هي عليه إلا بقوة ربنا سبحانه وتعالى. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ويقول الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لابد على بني آدم، لابد على الإنسان أن يتفكر في قوة الله وفي عظمة الله سبحانه وتعالى، وأنه أنزل علينا كتابا فيه كلام الله عز وجل نتلوه إلى يوم القيامة، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ويقول الله عز وجل عن كتابه وقرآنه كلام الله عز وجل: ذلك الكتاب لا ريب فيه. وقال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ويقول تعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وقال تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وقال تعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. أي أن هذا القرآن، هذا كلام الله، هذه رسالة الله إلى خلقه من البشر من الجن والإنس، هذا كتاب الله. لو أن هناك كتاب يسير الجبال أو تقطع به الأرض أو يكلم به الموتى لكان هذا القرآن، فليس هناك أعظم من كلام الله، وليس هناك أجل من كلام الله. ويقول ربنا عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه
تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هذه قدرة الله سبحانه وتعالى، وهذا كمال كلامه سبحانه وتعالى، فهو قيوم السماوات والأرض، وهو الحفيظ الذي يحفظ السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. يقول الله عز وجل: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. وقال سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. انظر إلى قدرة الله سبحانه وتعالى، انظر إلى خلقه للإنسان بقدرته. وقال تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. انظر إلى قوة الله وقدرته في إحياء الموتى. هذا ربنا، هذا إلهنا، هو القادر على كل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وإن شاء الله تعالى وقدر نكمل في المرة القادمة الطريق إلى الفلاح والنجاح، الطريق إلى الله عز وجل، الطريق إلى خشية الله. فإذا وجدت هذه الخشية ووجد التقدير والإجلال لله سبحانه وتعالى في قلب الإنسان فإنه لن يتجرأ على معصيته، فإنه لن يتجرأ على فعل معصية أو على ترك طاعة، لأنه أحب الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى خلقنا وأمدنا بالنعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وكذلك ربنا وعدنا الجنة في الآخرة، فلابد أن نوحد الله عز وجل في كل شيء، لأن الله غني عنا ولكننا نحن الفقراء إليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.